كان حلمي اجي زور هالمنطقه واخيرا. ضبينا اغراضنا، هلا رايحين على الهوتيل الثاني. اي ثينك حيصدمني وحيصدمكم انتو كمان. يو، وصلنا على 11 Igloo Hotel وتعالوا شوفوا شكل غرفتي. بعدين نظهر نشوف شو في بالقرية. نشوفكم بعد شوي. ماما ازيكم؟ ماما جينا على داون تاون بهذه المنطقة. او ماي جاد، شوفوا قد ايه برد. صار منخاري احمر. ستوب رودولف وستوب. كل المحلات تقريبا بتسكر الساعة 6، فما بعرف شو حنعمل. بردان مش عارفة اتنفس. برد كتير. نحن هلا صرنا على جبل اعلى ابرد، ف حنفرز. It's not big. يلا. على فكرة كانت عم تقلنا انه بدك ترجم اعلى نسبة نقاء هواء في العالم. كيف عرفت؟ كنت عم اقولها عندي. والمايك كثير نظيفة، سو فيكم تشربوا من الحنفية and it's fine. نو نو نو. عمرك جربتي تلج في وشك؟ تخيل بس بدعي. هل عمرك جربتي تلج وجهك؟ هلا لبشرة منعشة تلج وجهك. ممكن تشتروه بأي سوبر ماركت. تشتروه ولا لا؟ كمان مي هيدا أنا. وهيك تدفوا بالبرد. صباح الخير. يوم اخر يوم لنا ب 11 Igloot هيدا الهوتيل، وكمان اخر يوم بلابلاند. سو حنسافر من هون على هلسنكي، نستكشف هلسنكي شوي ونرجع على دبي. بس بعد عنا مغامره واحده قبل ما نروح على المطار. سو انا حخلص الشاي، نمر على عدلي ونكفي لهون. يو، برد بشكل مش طبيعي. بشوفوا ما احلاهم الإجلوز. هول عاده بيعيشوا فيهم الاسكيموز. الإجلوز الحقيقيين بيكونوا مصنوعين من الثلج بيعيشوا فيهم، بس هول بعدهم بيدفوا كتير كتير كتير. يعني الأرض مدفاية، الحيطان مدفيين، حتى الإزاز إذا بيوقع عليه تلج بيدوب. يعني إذا وصلنا على الإجلو تبع عدلي. لا مش عايز. شو الشغلة الوحيدة اللي قلت لي بدك تعملها هون؟ لا. Yeah. اليوم هنعمل شيء ترين نلبس كل التياب اللي عنا إياها بالحياة تنعملها. حتى كنا عم نلعب بالثلج ولقينا تريل شكله كتير عالم مشوا من هون. نشوف شو في. او ماي جاد، وات دو يو مين؟ او ماي جاد، جنة. اي دونت ايفن. بعتقد الشغلة الوحيدة اللي فيني اعملها هلا ابكي. اريد بدي اكمل لعب.
queen of the world! Beyonce who? I'm so scared. She's doing it. This is awesome! شوفوا البيوت شو حلوة. جاي استكشف يعني. طلع على أهل المنطقة سلم عليهم you know ايش بيت. بس عن جد العالم من فنلندا أطيب ناس شفتهم بحياتي يعني. بس ودهم يساعدوكم. كل بيعرف بعض في المنطقة. Anyway. هلا بدي أفوت لجوا. وجاي سيارة باي. بدا بعد كل هالبرد سوب شاربة سخنة انا بموت فخري اول مرة بشوف تلج وبحس بهالبرد الساقع صح بيقول ساقع؟ صقيع صقيع هلا بدنا نرتاح شوي نتدفى نشرب شوربة ونمشي على المطار شوربة اسمها شوربة اسمها شوربة سو بنشوفكم بهالك حسيت خيارة ايوه صباح الخير من هلسنكي طقس هون مش 16 تحت الصفر بس صفر سو شو امبارح وصلت على الهوتيل اسمه هوتيل كامب طلع انه هو افخم واقدم هوتيل بفنلند دور هوتيل تبنى قبل ما يعلنوا عن استقلال البلد اي حدث بيصير بالبلد سياسي تاريخي شيء خاص بالمشاهير كله بهذا الهوتيل عم بيقولوا لنا انه احلى سويتس هن تحت لان الهوتيل قديم الاغنياء من زمان ما كانوا بدهم يطلعوا الدرج لانه كان في اسانسير فاحلى سويتس هن على دور الاول anyways بما انه الهوتيل كثير قريب عن كل شيء رايحين نتمشى ونستكشف هلسنكي اول شيء بنعمله بنشرب قهوه لان عندهم اعلى معدل استهلاك قهوه بالعالم مش بس اكثر شعب بيشرب قهوه اكثر شعب سعيد بالحياه يعني صنفوها انه اسعد شعب بالعالم كله مدرسه مجاني هيلث كير مجاني بس تروح على المستشفى مجاني حتى الجامعات مجاني يعني انا اذا ما حقدفع على شيء حكون مبسوطه you know so عادي اكيد مينيمم بيكونوا اسعد شعب بالعالم Get out! So هيدا الميوزيوم اللي نحن رايحين عليه عادة الصف بيكون لآخر هيدا المبنى Oh my god إذا انتو بتدقروا الحيط بيطلع شيء ترسموا اشياء هيدا الاشياء اللي بتطلع على الحيط اللي شفناه جوا كتبت كاتشاكوتشي سو بتحطوها تحت هيدي السكانر وبعدين بتطلع هيدي على الحيطان لكوينا كاتشاكوتشي على الحيطان عم هول عم يحملوا كل البيلدينج يعطيك العافيه شباب احلى شيء بفنلند انه كل فصل كل فصل بيكون مختلف تماما يعني الشتاء هالقد برد بس بالصيفيه كثير شوب يعني بتكون الدرجه شي 20 وكل محل بتروحوا بتلاقوا حدا هيك عم يرقص سو ويرد حان وقت الأكل طلبنا محمرة خضرة مقلية وحمص معمولة من العدس وهيدي باذنجان محشية بالخضرة هاشتاج نباتي لايف شكرا
مصروفة بحماماتهم، ما عندهم حمامات للبنات وصبيان، كله نفس الشيء بتقول whatever just wash your hands، يعني ما بيهم مرة ولا رجل بس غسلوا ايديكم. كمان شغلة، اشهر كلمة فنلندية هي سونا، تستخدم بكل اللغات، وعدد الساونز هون اكتر من عدد السيارات. حتى حدا قالنا انه في سونا ببرجر كينج، فهذا بيعبر قديه مهمة عندهم بالكولتشر. anyways حانهي الفيديو هون لان هلا حنروح على المطار ونرجع على دبي. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالفيديو قد ما انا استمتعت بهالرحلة، كانت رحلة لايك حلمة اجا هيك رحلة، واخيرا جيت، فان شاء الله تكونوا انتوا كمان استمتعتوا فيها. اوكي، كنت ليلى وبشوفكم بالفيديو الجاي.